Hello guys, مساء الخير, حياكم الله في قناتي على اليوتيوب. اليوم عندنا فقرة شوي مختلفة بالكود 13, معكم محمد دييغو. إذا كنتوا جدد على قناتي لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب وتفعلون الجرس أساس يصلكم كل شيء جديد عن طريق القناة. وإذا تبون محتوى يومي هذا هو إنستغرامي, وهم في رابط تحت بالوصف يوديكم دايركت. فيديو اليوم إن شاء الله يفيدكم, وهو شوي في خبصة مثل ما تشايفين اللوية اللي موجودة وراي هناك, هذا كله راح ينشال, بس ما له شغل فيديو اليوم. بس أنا قاعدين نزهب ست حق حلقات رمضان اللي قريبا راح تعرفون, ما أدري إن شاء الله الفيديو هذا ينزل قبل رمضان عشان تشوفون, بس أنا راح أنزله قبل رمضان. عموما كود 13 موضوع اليوم راح يكون عن شنو؟ شوفوا, مثل ما أنتم شايفين النظارات ملوتي, النظارات مسوي لي أزمة. يعني كل ما باخذ كبوس من فوق طرباخ يطيح على النظارات وطرباخ يطيحون على الارض. فاللي راح يصير ان انا لازم اشوف حل حق هالدثره وهاللويه النظارات. فوق كل هذا انا فيني طبع, طبع يا محفوظين السلامه, ان انا ما اعرف البس او انقي شيء الا لما يكون مفتوح. نفس نظام كبتي, كبتي لازم يكون مبطى عشان اقدر اطالع, ما احب نظام مسكر. فعندي مشكله ان اغلب النظارات الباجيه محطوطه داخل, وهني محطوطين, وهذه الخشبة ما تي منها أطول, وهذلاك الباجي محطوطين شي. فشد بره شد بره شد بره, لازم ألقالي ستاند حق النظارات. ما بيروح أفصل دوائر ما دوائر يأخذ له 70 يوم. خلا أنطب وين؟ المباركية. خلا أروح المباركية, يلا let's go. نعم نعم نعم, هذا وضعي حاليا, وأنا ناقل الستاند مثل ما تشوفون. يا خلنا نشوف شكله شلون راح يصير الحل الامثل. تعبت تعبت وانا اصعد الاخ. شوفوا ما شاء الله طوله كم متر, وانا طولي متر وسبعين. اي متر وسبعين طولي, لا اي متر وسبعين, ايش فيني عقدتوني مكثر ما تقولون كم طولك. طولي متر وسبعين, 170 سنتي, ايش فيني 160, 170 طولي. عموما هذا طوله كم ما ادري, خلينا نشوف الطول, ما ادري كم طوله. عموما خليته من المباركيه من سرداب السوق الشعبي, كان ب 20 كاسرته خذيته ب 15. شوفوا عجيب مو, بس من اصعب الاشياء اللي تم نقلها, وخصوصا انا سيارتي صغيره. خلنا ننقلها داخل, حلو انه يندز بس ان شاء الله عزل ما يندز عزل, خصوصاً هالزولية هذه شوفوها. خلا ودي داخل ونكملين الفيديو. اوكي جايز, يبناء غرفة الملابس, خل نشيل الحقيبة. اوكي ثبت التلفون, خليكم معنا. في سيلفي ستيك جديدة طالبها من علي اكسبرس, ان شاء الله راح تريحني عن السيلفي ستيك هذه الصغنونة. وهم عندي واحدة ثانية الكبيرة اللي تذكرونها. لحظة جي تمام, يس كاهو. فخلوني احط عليه النظارات ونوريكم شلون راح يصير. ما ادري اذا بسويهم على طريقه ان الستايل او القصه او الالوان, خلينا نشوف ايش راح يصير. شوف النظارات مره ثانيه, شوفوا شفتوهم, شوفوهم الباجي اللي هناك, هذول كلهم خلينا نحطهم على الستاند واوريكم شنو صار. يا ليتس جيت جوينج. ادري بطلت اللمبه شو عشان يبين. حطيت كل النظارات ما شاء الله الحمد لله كفه. اي love اي love اي love, حبيت. شوف 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 شوف, حلو صح؟ راحه 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 راحه, ما شاء الله شال كل النظارات من الدرج. والله شوفوا كل النظارات اللي بالدرج راحت, وكل النظارات اللي هناك انشالوا كهم. اي كهم هذول كلهم انشالوا. عموما لحظه خل اردكم هني. اوكي اشوف, يس لازم اشوف له مكان. اوكي لان هذه زاويه التصوير اللي راح ان شاء الله تتجهز حق رمضان اللي هي هناك زاويه التصوير, فاحتمال اخليه من المنظره. شوفوا هني خلنا ننزل الكاميرا شوي.
يس يس يس. شوفوا يا جماعة. تاتا. لحظة في حركة حلوة وايد فيت. استاد النظارات يا جماعة. شفتوا؟ نايس سم. يعني حركات. حلو. واخيرا ارتحت. واخيرا ارتحت. هذيلك ستاندات ما ادري شو راح اسوي فيهم هذول. شوفوهم. ما ادري شو راح اسوي فيهم. يمكن 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 اشيل هذول النظارات الفريمات العادية. انا البس طبعا من غير زجاجة. اذا كان مالي خلق اكشخ ويهي تعبان احط عليهم. احط على ويهي الفريمات هذه. فما ادري. بس انه يمكن اغير مكان هالكبتات هذول. يس يمكن اغيرهم. شوفوا اشيلهم احطهم هناك. خليكم لا حد يسكر الفيديو. خليكم. جاهزين يا جماعة تشوفون ايش سويت؟ والله راحة راحة راحة. تشوفون؟ يلا. شلت احد الطاولات اللي هناك. خل اعكس الكاميرا لحظة. احد الطاولات انعكست. جبتها من هناك، جبتها هني. ما لها شغل بالكابات، فيها سكارفات مسكافات وفرو. حطيت عليها بعض النظارات. هني كامل الفريمات. هذا العجيب راحة 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 راحة. شنو نبي نلبس اليوم؟ شنو نبي نلبس اليوم؟ شنو نبي نلبس اليوم؟ شوفوا شلون الراحة. إيه هني فاضي لأن في نظارة اليوم كنت لابسها راح ترجع. نظارة راح ترجع هني الصفرة. بس أنا طاحت الشمس ففسختها أكيد. وهني هم في طبعًا في واحد فاضي. ليش؟ زاد. نخلي احتياط حق بعض الأشياء. والكبابيس نزلت شوي تحت. راحة بدل ما يكونوا مصفطين فوق بعض ويطيحون. أريح بوايد. هذول الحين شو راح نسوي عليهم؟ I don't know. هذول كلهم ملابس جديدة. لازم تتصفط أو سوري تتعلق لأن أنا أكره التصفيط. ويروحون بالكبت. بس ما عندي على هليك. الأهاليك خلصت يا جماعة. خلصت. فرحت شريت على هليك جديدة. أساس موضوع الكبت. فخنشوف شو راح يصير. عموماً هذه النظارات حطيناها ريحنا روسنا بدل ما يكونون محطوطين قبل هني ما ادري عنهم وبالدرج فوايد اريح. عموما يا جماعه اذا تبين 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 شكو تبين شكو اذا تبين حق بنيه واذا تبي حق صبي اللي قاعد طالع من القناه. اذا تبون نفس هذا الستاند تروحون سوق الكويت. في سوق اسمه السوق الشعبي تحت سردام تلقون عنده. هذه تشيل 120 حبه وفي اللي تشيل 90 حبه وفي منهم الصغار بعد الستاندات الصغيره حلوين. وهم تقدرون تطلبون مع المواقع اللي انا اسوي لهم انباكينج. فلا تنسون تسوون لايك وشير سبسكرايب وتفعلون الجرس عشان تشوفون كل محتوى جديد ينزل على القناه. وهم اذا تبون محتوى يومي هذا هو انستغرامي تقدرون تروحون دايركت هناك. وهم في بالرابط بالوصف في رابط تضغطون عليه يوديكم على طول على الانستغرام. ان شاء الله عجبكم هالفيديو هذا. اوه مينا تعالي كم تعالي هني ست طبعا تشيكو لازم اي تشيكوتي تعال جود بوي ان شاء الله عجبكم هالفيديو هذا ونشوفكم في فيديو اخر. كان معكم محمد دييغو. ماتش لاف اند ريسبكت. في مثل زر راح يطلع يهني على لوجو مالي طقه. سي يو باي. عيب باي.